أنا راح أفتح لك قلبي، بس وعديني الكلام اللي راح أقول لك إياه ما يطلع. تدري ناد، توقعت إن موضوع عبد الله راح يونسك، بس باين من كلامك إنه كلش ما يونس. رحب راح أقول لك على كل شيء، بس مثل ما طلبت منك ما في أحد يدري. إيه إن شاء الله أكيد ما حد راح يدري. قولي. أنا من عرفت إن أبوي شاهين، وأنا أتابع أخباركم على طول بالنت وبالإنستغرام وغيرها، بالصدفة دريت إن عبد الله واحد من عيال عمي. بلشت اتواصل معها واكلمها باسم وسعار. يعني عبد الله هو اللي خلاش توصلين لنا ولابوك؟ لا لا لا، مو كذي. عبد الله كان غير. شلون يعني غير؟ شوفي رحاب، انا بقول لك لان الموضوع اكيد مو سر. انت تدرين اخوك ريال رياضي ووسيم مشهور، عنده وايد معجبات. يعني كنت اشوف البنات ايش كثر كانوا يحبونه وايش كثر كانوا يتمنونه ويبونه. ففكرت وقلت ان انا اولى فيه من اي واحده ثانيه. حطيته في بالي. وقلت يعني صار الموضوع عندي موضوع تحدي. شفيت ساكتة؟ تحكي كملي. قلت لك كملت اسولف وياه مدة والله طويلة، وهو ما يدري منو انا. عبد الله كان وايد اي اسطنبول. مرة من المرات قررت اني انا اشوفه وشفته. طبعا بعلم امي هالشيء اكيد مو من وراها، وامي كانت تدري اساس لا يروح فكرك لبعيد. شفته، ولما شفته حسيت ايش كثر هو قريب من نفسي. لاني حبيتي هذه الساعه المباركه. اي وايد بعد مو شويه، بس كنت خايفه انه هو يجاملني او يصد عني، بس اصريت اني انا اكمل معه. والحمد لله هو يحبني وانا احبه. يعني نجحتي؟ رحم نجحت مو ذكاء مني. نجحت لأني أحب حب صادق. أحبه لأنه هو عبد الله. جرت عبد الله من كل شيء. جرته من أنه هو غني ولا أنه هو يصير لي. حبيت حق نفسه. تدرين أنوار، ما تعرفين إيش كثر كلامك هذا فرحني. إيش كثر أنا مستانسة إنك حبيتي عبد الله. حبيته وايد وهو بعد حبني. زين الحين هو اللي ابي افهمه، يعني هو لما حبك كان يعرف انك بنت عمه؟ لا، وهذا كنت اللي اخاف منه، وفعلا صار اللي كنت اخاف منه. اول ما درى ان انا بنت عمه زعل علي زعل كبير، بس الحمد لله
قدرنا انا وياه نتجاوز هالشيء. كي حلو. هي ايش اللي خلاه ما يكلمني وفاتحني بالموضوع واني نخطبك؟ عشان كذي فكرت ان انا اجل الموضوع او اني ارفضه. ليش؟ ابي افهم. لاني خايفه على عبد الله. انوار شو السالفه؟ وش منا خايفه على عبد الله؟ ما ادري صارت ساعه قاعد تحكي وانا مو فاهمه ولا شيء. انوار لا تسكتين، تحكي وقولي لي، ترى نرفزتيني. أنوار وش منا خايفة على عبد الله؟ تكلمي. أنا خايفة على عبد الله من طلال. شلون يعني؟ وضحي لي أكثر. طلال إذا درى أن أنا وعبد الله راح نتزوج ما راح يخليه. شنو يعني ما راح يخليه؟ شو راح يسوي؟ أنت تدرين أن طلال تقدم لي وإني رفضته. الحين إذا ترى أن أخوي يبيني وإني أبي ونبي نتزوج أكيد هالموضوع راح يستفزه. يا أنوار الله يهداك، ترى أنت وايد مكبرة السالفة. إيش بيصير يعني؟ بيزعل وبيتضايق يوم ويومين وبعدين بينسى. ليت السالفة بسالفة طلال رحاب. السالفة شكلها أكبر من كذي. إي قولي كذي. قولي لنا في شيء ثاني. تحت شيء. أنوار ترى بديتي تخوفيني أكثر. شو السالفة؟ تحت شيء. اللي صار إني تفاجأت إن عبد الله ما يبي يتزوجني. بس مو علشان هالسبب. علشان سبب ثاني. شنو هالسبب الثاني؟ أنوار ترى للحين ضايعة ومو فاهمة منك ولا شيء، ممكن تهدين شوي وتفهمين السالفة. أنت تدرين أن عبد الله ترك النادي اللي كان فيه عقب ما طاح باللعب. زين، وش علاقة هذا بخوفك؟ عبد الله ما طاح مرة واحدة. عبد الله قام على طول يتعثر، على طول يطيح. ما ادري رحاب انتم ما قاعد تلاحظون ولا بس انا اللي قاعد اشوف. هل جا قام يصير عوي؟ انتم ما تشوفون ان ايده ترجف على طول؟ انوار يعني شنو؟ ما ادري رحاب، في وايد اشياء في بالي بس انا ماني متاكده منها. تذكرين مره لما جا البيت وكان متعور في وجهه؟ اي اذكر. انا ما راح اخجلك شيء، انت مثل اختي. انا كنت وياه وكنا قاعدين نتمشى على البحر، فجأة ومن غير اي سبب طاح على وجهه، اغمى عليه. على طول ودينا الطبيب ووديناه الاسعاف. بس اللي عور قلبي زياده وخلاني اشك ردة فعله. ايش كانت يعني؟ شو اللي خلاك تشكي؟ لما هي الدكتور يفحصها لاحظ ان ايده قاعده ترجف وطلب انه يسوي له فحوصات شامله. اللي صدمتني ردت فعل اخوك. شنو كانت؟ نحاش. صدقت خلاني اشك انه في شيء وما يبي يقول لنا اياه. خايف من شيء وما يبي احد يدري. شنو هالشيء؟ شيء مثل شنو؟ المشكله ان انا ماني عارفه. ماكو قدامي شيء واضح.
أنا ردت فعله خلتني أخاف. عقبها بيوم رحت عند الدكتور وتكلمت معه. زي ما شفت كده عبد الله مش مديني فرصة أكشف عليه نهائي. شو تفسيرك حق هالشيء يا دكتور؟ شوفي يا أختي، في بعض الأعراض بتحصل للإنسان المفروض فورا يعمل فحوصات شاملة علشان يطمن على نفسه. ومن الأعراض دي رعشة الإيد والخضران وارتخاء العضلات وأي شيء يخص الأعصاب، وده علشان الواحد يتأكد إنه مفيش أمراض خطيرة. مش يكفي شنو دكتور؟ أعراض الرعشة وارتخاء العضلات والسقوط فجأة واللعثمة في الكلام، كل دي أعراض بتشبه أعراض أمراض عصبية خطيرة، وأحيانا ممكن تكون أشياء لأسباب مختلفة، لكن تصرفه غريب يخلي الواحد يشك بأنه عارف شيء يخص صحته ومش عايز حد يعرفه. ولا في حد يهرب كده فجأة مجرد أني طلبت منه يعمل فحوصات شاملة؟ أنوار، أنت كده خوفتيني. عائلة لوميني، أنا لما قاعدة أربط شيء بشيء قاعدة أتعب زيادة. شو اللي خلى عبد الله يرفض زواجنا مع النادي متأكلنا هو يبيني وحبني؟ شو اللي خلى عبد الله ما يروح يفحص ويطمننا عليه؟ أنت لو شفتي نحشته ذاك اليوم بالدكتور تقولين في شيء وما يبي يقوله. أنوارتش قاعد تقولين؟ معنى كلامك الشيء اللي خلى عبد الله يتراجع من زواجنا لا سمح الله ان عبد الله يكون في مرض شين ولا ما ادري. بس صار شيء خلاني شوي ارتاح. شنو هالشيء اللي صار؟ اذا قلت لك ما راح تزعلي مني. اكيد ما راح ازعل. قولي لي. أنا وعبد الله قررنا أن نتزوج وزواجنا راح يكون باسطنبول، وأنا راح ألحق هناك بس ما حد يدري، والحين أنا قاعدة أقول لك جدي.